تندرج الزياره وتقلي توجيهات السيد الوزير الاولى الوقوف على مدى الاستعداد نشوف ديال الولايات التي تحتضن البطوله الافريقيه للمحليين من بينها عنابه اليوم وقفنا على بعض الفنادق وبعض هياكل الايواء اللي راح تستقبل ضيوفنا الحمد لله يعني الامور منظمه الناس مستعده هياكل الفندقيه راهيك في اتم الاستعداد لاستقبال هذه الوفود هذه بالاضافه الى حرصنا على اعطاء توجيهات انه تكون هذه فرصه للترويج للوجهه السياحيه الجزائريه ولعنابه لانه تعلمون انه هذا الحدث هذا وطبقا كذلك في توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ونستغل كل التظاهرات الدوليه والتظاهرات الوطنيه للترويج لوجهه الجزائر حتى نمسح تلك الصوره القاتمه اللي كانت تسوق عن الجزائر خاصه من جانب الاستعدادات ومن الجوانب الاخرى الجزائر يعني بكل مقوماتها السياحيه وبدنا نرجع لعنابه عنابة هي جوهرة من جوهر البحر الأبيض المتوسط تمتاز بمقومات سياحية خلابة عندها كل ما يؤهلها أنها تكون ديستيناسيون يعني بار اكسيلونس بالنسبة قلت التحضير للبطولة الإفريقية المحليين كل الاستعدادات وكل الظروف مهيئة سواء من ناحية الفنادق أو حتى من ناحية الخدمات